حصل خلال الفترة السابقة. هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيقول إيه؟ أن النادي الأهلي بيفوز بالتحكيم، التحكيم المصري. حضرتك بتكذب، حضرتك بتقول أي كلام، حضرتك بتحاول إن أنت تثير الناس ضد النادي الأهلي فقط لا غير، ما بتحاولش تقول الحقيقة، ما بتحاولش تقول أو تنتقد الحكام بالمناسبة. ولكن ليه بتدخل النادي الأهلي في كلمة؟ يقولك إيه؟ إحنا هناخد التالت السنة دي زي الأهلي ما خد السنة اللي فاتت. أنت مالك ومال الأهلي؟ هو الأهلي عامل لك إيه؟ والأهلي ما تخليك في ناديك، لو كل واحد يخليه في ناديه صدقوني الأمور هتبقى جميلة جدا. بالمناسبة إحنا ما بنغلطش في حد، ولا عمرنا بنتكلم على حد بطريقة سيئة، ولا عمرنا هنعمل كده بالمناسبة يعني. ولكن خليني أوري حضراتكم 10 حالات بس. هتعمل إيه يا إسلام؟ هوري جمهور النادي الأهلي 10 حالات لمنافس النادي الأهلي أو للمنافس اللي في المركز الثالث. هو منافس النادي الأهلي معروف إن هو نادي الزمالك. فللمنافس 10 حالات السنة دي، مش السنة اللي فاتت اللي احنا خسرنا فيها الدوري بسبب فعل، انا ما بقولش بسبب نادي الزمالك، ولكن بقول بسبب التحكيم واللي عمله التحكيم مع النادي الاهلي. بالمناسبه يعني السنه اللي قبلها خسرنا الدوري، احنا ما كناش كويسين والكلام اللطيف اللي احنا بنقوله ده، ولكن في النهايه احنا خسرنا الدوري بسبب اخطاء تحكيميه واضحه. وعرضتها لحضرتك هنا في برنامج في البيت الكبير السنه اللي فاتت. فالحقيقه أنا مش قادر أطلع من يوم الخميس من بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، مش عارف أطلع يعني خميس جمعة وسبت أنا ما بطلعش، بطلع لحد. فقلت طب إيه يا جماعة، هو طيب أنا هوري جمهور الأهلي 10 أخطاء، والله العظيم 10 أخطاء بس اللي قدرت أجيبهم بسرعة كده، 10 أخطاء بس اتعملوا لصالح نادي الزمالك في الدوري وفي الكأس السنة دي. مش أنا اللي بقول ولا هقدر أتكلم في هذا الأمر، ولكن خليني أبدأ بآخر مباراة، مباراة فيوتشر في الأسبوع 33 الدقيقة كام؟ 14. ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب من الحكم كابتن محمد الصباحي لصالح فيوتشر، والدفع موجود في هذه اللعبة. أو هل ده كلام إسلام؟ بص الايد حضرتك واحدة 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 كده، خلينا نتفرج واحدة واحدة اهو. كمل كمل اللعبة. بص حضرتك محمد فاروق لاعب فيوتشر ولاعب نادي الزمالك اللي في ظهره. لا سمير هاتها من الاول يا سمير، اتفضل. بص اهو شفت حضرتك الايد رقم 15 لاعب نادي الزمالك. بص حضرتك هذه الكرة يجب أن يتم احتسابها ركلة جزاء أو ضرب الجزاء ضد نادي الزمالك. هذه هي اللعبة الأولى اللي كانت في الدقيقة 14 في مباراة فيوتشر. كان يجب أن يتدخل حكم الفار كابتن مصطفى شهدي، وفي هذه المباراة فيوتشر كان متقدم 1-0. بالمناسبة ايه اللي حصل في نهايه المباراه؟ الماتش خلص 3-2. ما تقوليش بسبب هدايا، اصل مش عارف جنش، اصله هدايا، لا الكلام ده انا ماليش فيه الحقيقه. ولكن يعني الزمالك كسب اهو، مفيش حاجه، احسب. ما تحسب. ركله جزاء ما تحسب. الزمالك في الاخر هيكسب. اهو. حاجه بسيطه جدا يعني بالمناسبه. يعني اللي اقصد اقوله انه كرة القدم في الاخر انا كسبان 1، كسبان 2، كسبان 3، كسبان 10، لا تنتهي الا بصفارة الحكم. فالمفروض انت كحكم دولي وكبير كابتن محمد صباح وكابتن مصطفى شهدي كان يجب ان يتم احتساب هذه الكرة. خلاص؟ طيب مباراة الاسماعيلي والزمالك الاسبوع 27. مباراة مين؟ الاسماعيلي والزمالك في الاسبوع 27 وفي الدقيقة 74 كابتن محمد عادل حكما للساحة، وكابتن مصطفى مدحت حكما للفار. كان يجب احتساب ركلة جزاء
وطرد على حارس مرمى نادي الزمالك محمد صبحي نتيجة ضرب لاعب النادي الإسماعيلي من غير كرة، ولكن لم يتم احتساب شيء. الإسماعيلي اتغلب والزمالك الإسماعيلي كسب، سوري الإسماعيلي كسب، ولكن أنا هنا ما بتكلمش على إسماعيلي ولا زي. أنا بتكلم هنا أين توجد العدالة؟ العدالة اللي أنتوا طالعين لي بيها السما. وبالمناسبة النادي الأهلي، وجهة نظري طبعا، النادي الأهلي لم يستفد بأي أخطاء، لأن ما عندكش أخطاء، بالعكس أنت الأخطاء كلها ضدك، ضد النادي الأهلي يعني. طيب ثالث خطأ، الزمالك وسموحة، دي مباراة كوارث وجهة نظري، اسمها مباراة الكوارث، الأسبوع ال 18 في الدقيقة 2، كابتن إبراهيم نور الدين طبعا، ضرب الجزاء واضحة زي الشمس لحسام حسن لاعب النادي سموحة، شهدت التحام من لاعب نادي الزمالك محمد عبد الغني ما بينه وما بين حسام حسن لاعب نادي سموحة. محمد عبد الغني زي ما حضرتك شايف كده داس على رجل حسام حسن، ولكن كابتن إبراهيم نور الدين كان له رأي آخر بأن هذه الكرة اللي أمام جمهور النادي الأهلي كلها ليست ركلة جزاء. لما لو فاكرين الشاشة اسودت علينا وإحنا بنشوف الفار، لو فاكرين اليوم ده. طيب نكمل مباراة الكوارث، نكمل مباراة الكوارث، هناك ركلة جزاء. وبالمناسبة كل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده هو ليس رأي إسلام الشاطر وليس رأي جمهور الأهلي، ولكن ده رأي خبراء التحكيم في مصر. مباراة الأهلي، مباراة الزمالك وسموحة، ضرب الجزاء لصالح زيزو، واحد من أفضل اللاعبين في مصر بالمناسبة، أحمد سيد زيزو واحد من أفضل اللاعبين في مصر، ولكن خلينا نكمل. تخيل حضرتك أن هذه الكرة تم احتسابها ركلة جزاء، كابتن إبراهيم نور الدين فقط، كابتن إبراهيم نور الدين فقط هو اللي شاف هذه الكرة، ورغم أن الكرة ما فيهاش حاجة، وكابتن إبراهيم نور الدين أو كابتن حكم الفار نادى عليه وقال له تعالى بص عليها، كابتن إبراهيم نور الدين أصر أن يحتسب ركلك أو ضرب جزاء لنادي الزمالك، على الرغم أن كل خبراء اللعبة اللي موجودين في كرة القدم الكل بقى أجمع على أن هذه الكرة ليس بها أي شيء. وفي اللعبة دي بالمناسبة كان لازم كابتن إبراهيم نور الدين يصبر لغاية لما اللعبة تنتهي، افرض كانت سجلت هدف وانتهت كان خلاص الموضوع مش لا يحتاج أزمة. بالمناسبة الحكام هي اللي بتدخل نفسها في هذه الأزمات، يعني كان سهل قوي الكابتن إبراهيم نور الدين في الحالة دي، هاتها تاني يا سمير لو سمحت، في الحالة دي يعمل ايه؟ يستنى الكرة دخلت جون صفر جون، الكرة ما دخلتش جون ارجع شوفها بقى ركلة جزاء ولا مش ركلة جزاء. المهم المباراة انتهت 3-1 لصالح الزمالك، عادي جدا الزمالك كسب. طيب نكمل بس في مباراة الزمالك وسموحة لو سمحتوا، ولكن نرجع بقى لمباراة الدور الأول، أول مباراة للفريقين في الدوري. سموحة لو تفتكروا كان ليه ركلة جزاء، وأنا يمكن طلعت هنا قلت لكم بعدين بقى هي بدايتها كده. كابتن محمد عبد الغني لاعب نادي الزمالك ايده مش حاجه في جسمه، ايده منعت الكره تخش جول زي ما حضرتك شايف كده. المباراه انتهت لصالح نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، والفار لم يستدعي الحكم، وساعتها في هذه اللعبه النتيجه كانت ان 0-0. ويعني حضراتكم شايفين كم الاخطاء اللي احتسبت لنادي واحد او ضد انديه اخرى. مباراه الزمالك وبروكسي في دور ال 32 حدث ولا حرج في كاس مصر، كابتن وليد عبد الرازق صاحب زي ما حضراتكم عارفين في دقيقه 66 ركله جزاء صحيحه لصالح بروكسي لم يتم احتسابها، لم يتم احتسابها، دي اسمها لانه هو واحد طلع يتكلم او كتب على الفيسبوك ايه، قال لك ايه على بعض الكرات او في كره في مباراه الاسماعيلي، قال لك هي الكره دي مش هاندبول، دي اسمها في قانون الكوره
هاند بول. طب ودي اسمها في قانون الكرة ايه؟ طيب الحالة التانية، الحالة التانية في الدقيقة 110 ركلة جزاء صحيحة لصالح بروكسي لم يتم احتسابها على لاعب نادي الزمالك حسام عبد المجيد، اللي بالمناسبة واحد من نجوم منتخب مصر الأولمبي وأدى مباريات رائعة، وألف مبروك لحسام عبد المجيد. ولكن الكرة اللي أمام حضرتك دي ركلة جزاء صحيحة 100%، وبالمناسبة المباراة انتهت لصالح نادي الزمالك 3-2 وصعد للدور التالي. مباراة الزمالك وفاركو في دور ال 16 الدقيقة 16 ركلة جزاء غير صحيحة لصالح نادي الزمالك، لصالح لاعب نادي الزمالك طبعا ونجم نادي الزمالك زيزو. المفروض هنا يعني كان يشهر، كان يجب على الحكم إشهار بطاقة صفراء للتحايل، ولكن كابتن طارق مجدي والفار شافوا إنها ركلة جزاء والمباراة انتهت لصالح نادي الزمالك 3-1. يعني في فرق أهو بتستفيد من التحكيم في ظل وجود الفار، ولكن النادي الأهلي لا يستفيد من هذه الأمور. النادي الأهلي دائما ما يتعرض للظلم في حالات كثيرة جدا، وعرضت لحضراتكم قبل كده كم كبير من الحالات على الشاشة وطلعت شرحتها. وبالمناسبة أنا بتكلم وبقول الكلام ده وأنا متصدر الدوري لسه، لا ما خدتوش، لا لا ما خدتوش، ولكن أنا متصدر للدوري وقريب قريب من تحقيق اللقب. بس لازم أتكلم، عشان أنا مش بتكلم علشان زي ما بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيتكلموا لمجرد إثارة الفتن وتجميع اللايكات وتجميع الشير والحاجات دي كلها، لا، إحنا بنتكلم علشان نجد حل قبل بداية الموسم القادم. بالمناسبة لو أي فريق آخر كسب الدوري بشرف وبفنيات في الملعب هقول له ألف مبروك، أي فريق، أي فريق هقول له ألف مبروك، وهروح للنادي الأهلي، أو النادي الأهلي علمنا كده إن إحنا نبص لفرقتنا ونشوف إيه الأخطاء اللي موجودة في فرقتي عشان أصلحها وأبتدي أتكلم في الصح يتعمل إزاي. ده اللي أنا ده اللي حصل السنة اللي فاتت في الهاندبول، واللي حصل في الطايرة. هي ما حصلتش في الطايرة والهاندبول لا، دي سمة من سمات النادي الأهلي، إن أنت لما يبقى عندك غلط بتطلع تقول أنا عندي أخطاء 1 2 3، ومجلس الإدارة بيقفل على نفسه، والمشرف على الكورة بيقفل على نفسه مع اللعيبة ومع كرة مع لجنة التخطيط، ويبتدوا يفكروا في الحلول علشان يحل، عشان يبسط جمهور الأهلي مش عشان حاجة تانية. اللي أنا بقوله ده عشان ما لاقيش احتواء مرة تانية بيحصل، اللي أنا بقوله ده عشان ما لاقيش 10 أخطاء اللي جم بسرعة كده قبل ما أخش ب10 دقايق قلت لهم شوفوا لي الأخطاء فجبنا 10 أخطاء بسرعة كده. واللي بقوله ده عشان روح البروتوكول ما ترجعش مرة أخرى، اللي بقوله ده علشان يفوز من يفوز بالدوري، ولكن يجب أن يكون للجنة الحكام هيبة، يجب أن يكون للجنة الحكام أو للحكم في الملعب، هناك يجب أن يكون طبعا الأخطاء واردة في كرة القدم، ولكن الأخطاء الغير متعمدة، الأخطاء اللي هي كل مرة لا، يبقى في حاجة غلط. الكلام اللي أنا بقوله ده عشان أعرف سبب رحيل كلاتنبرج اللي كان بيحاول يصلح حال التحكيم المصري. كل اللي أنا بقوله ده مش عشان أثير الجمهور. أنا عارف إن أنتوا بعض من لا يشجع النادي الأهلي دماغهم هتروح لكده، لأن هو ده تفكيرهم ضيق. لكن أنا والله العظيم كل اللي بقوله بقول إيه؟ يا جماعة التحكيم المصري محتاج لوقفة كبيرة، التحكيم المصري يحتاج إلى خبير أجنبي إذا كنتوا عايزين. أنا بعد كلاتنبرج قلت بريرا حتى الآن ما اداناش أمارة زي ما بنقول كده كمصريين، يعني ما شفناش منه حاجة. نفس الأخطاء اللي بتحصل مع الأهلي بتحصل مع هنا، بتحصل هنا، بتحصل هنا، بتحصل هنا. فالحقيقة أتمنى أن يكون هناك عدالة في التحكيم خلال الفترة اللي جاية.